شنا هي التحولات التقنية والاقتصادية اللي وقعت في القرن 19؟ في القرن 19 بانت واحد التكنولوجي، واحد التقنية اللي عاونات الاقتصاد أنه يتحول. بانت تكنولوجيا جديدة اللي غتأثر على القطاعات بثلاثة ديال الاقتصاد: الفلاحة والصناعة والتجارة. بانت اختراعات في مجال التعدين، في مجال الطاقة، الكيمياء، وسائل النقل، هادو كاملين اللي عاونوا في هاد القطاعات الاقتصادية. نهضروا على الصناعة. في الصناعة بان واحد النظام آلي اللي هو نظام المعمل. هنا في هاد القرن 19 يلاه بانت المعامل، يعني يلاه ولا المعمل هو اللي كيصنع وينتج. هنا غادي ينعكس هاد الشيء ايجابا على الحجم ديال الانتاج والسرعة ديالو. معمل يولي ينتج لك البولات حسن من ان انسان ينتج لك البولات. طريقة ديال المعمل اسرع واكثر انتاجية في الحجم ديالها. كذلك في الصناعة بانت واحد الحاجة اللي هي وسائل النقل، هاد الوسائل اللي كترونسبورتي بالزربة المبادلات التجارية، وكتوسع هاد المبادلات التجارية، يعني ما كتبقاش في بلد واحد، كتولي تمشي لبلدان، كتولي تخرجها لبلدان اخرى انها تستافد من هاد المنتوجات هادي كذلك، وانت تستافد اقتصاديا. اقتصاديا هنا خدامة بيس. ثاني حاجة في هاد المجال التقني الاقتصادي هي الفلاحة. التكنولوجي اللي بانت في القرن 19 أثرات على الفلاحة بواحد الشكل كبير. ولت الآلة اللي كتستخدم في الفلاحة. الماكينات، كيجيبوا ماكينات اللي تخدم الأرض وهي اللي تنتج وتعطيك سرعة في الإنتاج وتعطيك القماح والخضراء، يعني تلقى ما تاكل. واحد القضية عاوتاني في الفلاحة، قبل القرن 19 كان واحد النظام ديال إراحة الأرض، كتزرع هاد العام، العام الجاي ما كتزرعش، كتخلي الأرض ترتاح. مثلا زرعتي هاد العام مثلا الفقوس ولا زرعتي القماح ولا هادي، العام الجاي ما كتزرعش، ما كتزيدش تزرع، يعني انت تخلي حتى العام اللي موراه وتعاود تزرعها عاوتاني الفقوس ولا القماح. هذا كان نظام إراحة الأرض. ولكن فاش تطور الوعي وجات التقنية، يعني جات التكنولوجي، ولا نظام الدورة الزراعية، يعني هاد العام كتزرع مثلا الفقوس، العام الجاي كتزرع العنب، العام اللي موراه كتزرع التفاح، وهي غدا. يعني ولا نظام ديال الدورة الزراعية اللي كتستافد منه، اللي كيستافد منه الفلاح، ماشي كيزرع عام والعام اللي موراه يحبس والعام عاوتاني تسنتال العام اللي موراه عاد يزرع. خلاصة القول، التقنية أثرت على الاقتصاد. التكنولوجي اللي بانت في القرن 19 حولات هاد المجال، هذا تحول المجال التقني والاقتصادي، وهذا الشيء عاون إيجابا في هذا المجال. أي واحد عنده أولى باك علمي أو لا باك حر علمي باك أحرار أو اللي عنده السيزيام، كننصحه يتسجل في هذا الكورس، هذا اللي صوبته أنا، كورس الاجتماعيات لسنة كاملة مستوى أولى باك علمي وباك حر علمي. حاليا كاين عرض في هذا الكورس، هذا في هذا الشهر الاخير. اللي بغى يشري الكورس يتواصل مع المكلف، انا نخلي الكومونتير لتحت فيه المعلومات وفيه الرابط منين تدخل باش تهضر مع المكلف مباشره في الواتساب، او الا بغيتي تهضر معه من خلال هذه النمره، هذه هي النمره ديال المكلف.